Ladies and gentlemen, معكم البروفيسور سمعان مسؤول عن طلاب الاورينتيشن. حب رحب فيكم فردا فردا. اهلا وسهلا فيك. مش ذات الفيز ذات الونرتو هاو شنو اس بعد هذه انا اول مره اسمع فيها شنو معناها بالكويتي بدها تصير سفيره يعني قلت الطيور طارت برزاقها بتصير سفيره وانت تطنزي عليها بس اهم شيء عندنا هون احترام الراي الاخر انا منصور عبد الوهاب هندسه جميله شو بك هالحية شوي انت بلبنان كمان بالمكان اللي تشوفي فيه هذه الكويت تفهم ولا ما تفهم جروح سطحية، كدمات متفرقة، ضرر نفسي من جراء ألفاظ نادي. أفقص أنت يا زندي. قالك أنا فاسق. ألا تعرف حكم التصوير؟ هل تتحدى خلق الله؟ إذا انفخ في رسوماتك روح كل قادر. دفعة بيروت على الـ NBC دراما رمضان يجمعنا